الرحمن الرحيم. شكراً سعادة الرئيس، شكراً ومرحباً بمعالي الوزير الموقر. إنني ما رأيت بعيداً إلا لأنني كنت أقف على أكتاف الآخرين، مقولة شهيرة لنيوتن. بلغت تحويلات العاملين خلال عام 2015 ما يقارب 11 مليار دولار حسب البنك المركزي، واحتلت السلطنة المركز 11 عالمياً في التحويلات وفق بيانات البنك الدولي. بلغت قيمة صادرات النفط خلال العام 2015 ما يقارب 20.4 مليار دولار، شكلت نسبة التحويلات 53.9% من إجمالي قيمة صادرات النفط خلال العام ذاته. بلغ الناتج المحلي لسلطنة عمان حوالي 69.8 مليار دولار خلال العام 2015 وفق إحصائيات المركز الوطني للإحصاء، شكلت نسبة التحويلات ما يقارب 15.7% من الناتج المحلي للسلطنة خلال العام نفسه، واحتلت السلطنة المرتبة الثانية عالمياً بعد لوكسمبورغ. ماذا يعني لنا هذا يا معالي الوزير؟ بلغ إجمالي سكان السلطنة حوالي 4.159 مليون، وبلغ عدد السكان العمانيين حوالي 2.345 مليون بنسبة 56.3%، بينما بلغ عدد السكان الوافدين 1.814 مليون بنسبة 43.7%، بلغ عدد السكان المشتغلين بالسلطنة 2.101 مليون، من بينهم عدد السكان المشتغلين المواطنين 403.6 ألف، بينما بلغ عدد السكان الوافدين المشتغلين 1.698 مليون. يلاحظ أن نسبة العمانيين المشتغلين فقط 19.2%، بينما نسبة الوافدين العاملين بالسلطنة هو 80.8%، وأكدت معاليك بالأمس أن النسبة قد زادت. نلاحظ أن هناك خلل في التركيبة السكانية مما انعكس ذلك على العمالة والاقتصاد. فما هو دور وزارتكم الموقرة معالي الوزير؟ في مطلع الربع الأول من عام 2016 تم استبدال العقود اليدوية بالعقود الإلكترونية، نظام التطبيق الإلكتروني، وكانت الرواتب تمنح حسب الاتفاق بالعقد بحيث لا يقل عن 325 ريال كحد أدنى للأجور. أما الآن وبعد تطبيق العقود الإلكترونية ولله الحمد، أصبح الراتب 450 ريال للدبلوم فوق الثانوية ولا يقل عن 600 ريال للجامعي كحد أدنى. فما هو مصير رواتب العقود القديمة الغير محددة المدة التي تتجدد تلقائياً معالي الوزير؟ نطالب بالتعجيل في إصدار قانون العمل العماني الذي تمت صياغته والاتفاق عليه من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة: وزارة القوى العاملة، وزارة التجارة والصناعة، والاتحاد العام لعمال السلطنة، ودون المساس بأي بند من البنود المتفق عليها من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة. نطالب بضم مدة الخدمة السابقة للقطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي للموظفين. ولحين صدور قانون العمل الجديد نطالب بعدم إيقاف راتب الموظف أو المريض المصاب خارج وقت العمل أو استقطاعه وفق المعمول به بالمادة 66 من قانون العمل، حتى يتم البت في أمر مرضه أو إصابته وبالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية، وذلك لوجود التزامات مالية على ذلك الموظف قد يتسبب تطبيق المادة المذكورة في إلحاق الضرر به وأسرته. ولدي أربع حالات أيضاً كمثال لو طلبت معاليكم. هناك موضوع سابق حول مطالبة الصيادين ذكره الشيخ يوسف شاهين، نساند أيضاً حول موضوع الضغاوي سعادة معاليك، وسبق ناقشنا هذا الموضوع مسبقاً في خطاب رسمي معالي الوزير.
السدراني موضوع تحويلات العاملين والنسب اللي تفضلت وذكرتها و التبعات والتأثيرات الاقتصادية عليها، أنا أعتقد تطرقنا عليها بصورة واضحة. وموضوع حماية الأجور اللي أنا تفضلت أيضاً وذكرته في جلسة اليوم، أنا أعتقد أحد المشاريع الرئيسية اللي الآن إحنا نشتغل فيها مع البنك المركزي للوقوف على هذه الأجور وعلى العقود الحقيقية، وأن الوزارة أيضاً قاصدة تماماً إلزام المؤسسات وشركات القطاع الخاص للقوى العاملة الوافدة على أن تكون كل تحويلاتها ملتزمة وفق العقود التي تورد. وأعتقد هذه من خلال الجهات المختصة سوف يقوم بمراقبة الوضع الموجود. نسبة السكان العمانيين والوافدين والخلل في التركيبة السكانية، سعادتك احنا أيضاً تحدثنا عنها الحقيقة وتكلمنا أن الواقع الحال وظروف سوق العمل والمتطلبات والتنمية التي سارت الموجودة خلال الخطتين الخمسية السابعة والثامنة، فإحنا أمام خيارين، يعني إما أن نريد تنمية وعلينا أن نتحمل هؤلاء الناس، لكنه مع في نفس الوقت نعيد تنظيمهم والاستفادة منهم الاستفادة المثلى ونعالج بعض الإرهاصات الموجودة. العقود الإلكترونية وما هو مصير العقود القديمة، الحقيقة أكيد هناك لابد على الشركات من تحديث العقود القديمة ومدخلها أيضا مباشرة وفق البرنامج الموجود وفي متابعة لها من قبل الوزارة. قانون العمل أيضا تحدثنا عنه، والحقيقة هو وقع ليس من وزارة التجارة وإنما من أطراف الإنتاج، وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد العمال مثل ما أشرت. لكن أيضاً في القانون كانت هناك عبارة واضحة وصريحة إنه هذا القانون أو مسودة القانون عبارة عن مشروع أيضاً ليس بالإلزام على الحكومة، وأن على الحكومة أن تدرس هذا القانون بما يتعاطى مع متطلبات المرحلة سواء الحالية أو القادمة والأوضاع الاقتصادية ويحفظ حقوق الطرفين. موضوع توحيد المنافع التأمينية أيضاً تحدثنا عنه، وهذا من ضمن المواضيع التي تدرس في الجهات المختصة. الإجازة المرضية نظمها قانون العمل الحقيقة. موضوع الضغاوي أيضاً هذا الكلام اللي تفضلت إنه إحنا بندرسه مع الجهات المختصة. معاليك، بالنسبة للعقود الغير محددة المدة، ما جاوبتني على هذا السؤال. العقود الإلكترونية خلاص بالنظام الجديد 450 أو 600، ولكن العقود القديمة تتجدد تلقائي، فما مصير الإخوان اللي عندهم عقود قديمة وتتجدد تلقائي؟ هذا الشق السؤال الأول. السؤال الثاني أيضاً المادة 66. المادة 66 الآن لما يصاب شخص أو يمرض يتوقف راتبه بعد المدة اللي هي 10 أسابيع. نحن الحين هذا الرجل لغاية ما يتم تسويته عن طريق التأمينات يبقى بدون راتب، فكيف بيعيش بدون راتب؟ عنده التزامات أسرية، عنده مشاكل، عنده ديون، عنده قروض، فما أعرف معاليك إيش توجه في هذا الموضوع. الموضوع الثالث، طال عمرك أكثر من نصف موازنتنا يحول للخارج، أكثر من نصف صادرات البترول تحول للخارج، إذن في عندنا خلل لابد نعالجه. هذا باختصار. معاليكم، حديثكم بالأمس واليوم يعول على مبادرات تنفيذ لتعزيز الاقتصاد وتنويعه من خلال القطاعات الثلاثة في حال تنفيذها. في رأي معاليكم، ما الذي قد يعيق تلك المبادرات بما أنها وضعت بتوافق جميع الأطراف ذات العلاقة؟ ما أريد أتشعب، بترك الأخوان المجال للأخوان. جزاك الله خير معاليك. شكراً. قالت لا خلال بالنسبة للإجازة المرضية حددها القانون وهي واضحة بموجب القانون. هناك بعض الاقتراحات جاءت في مشروع القانون الجديد وهناك عليها بعض الملاحظات، وأنا أعتقد هذه بتناقش لما يأتي مشروع القانون الجديد. أما بالنسبة لبرنامج تنفيذ، أنا ما تذكرت أي معوقات الآن، لأنه الآن خلص البرنامج من المرحلة الثانية من السبع برامج، من السبع مراحل الموجودة أو المرحلة الثالثة، والآن في بدء الوزارات المعنية بدأت ببرنامجها. هذا الكلام اللي أود أن أشير عليه. على سبيل المثال، وزارة السياحة قائمة ببرنامجها، وزارة القوى العاملة قائمة ببرنامجها، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل والاتصالات. لكن أنا أقصد أن هذا البرنامج يعول عليه مع باقي البرامج الأخرى في التنوع الاقتصادي في الخطة الخمسية للتنمية.